أكدت سعادة السيدة فاطمة بن جعفر الصيرفي وزيرة السياحة أهمية دعم المشاريع والأنشطة السياحية ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني الرافدة لمواقع مشروعات التنمية الحضرية الجديدة التي تزخم بها مملكة البحرين، ومساندتها من أجل النهوض بدورها في تعزيز التنمية الاقتصادية وإبراز الصورة المتقدمة للمملكة كبيئة حاضنة للشركات الاستثمارية والمشروعات السياحية بمختلف أحجامها وأنشطتها. نعم، جاء ذلك خلال جولة ميدانية أجرتها سعادتها على عدد من المشروعات السياحية البارزة التي تقوم بها شركة نسيج في جزيرة دلمونيا والمتمثلة بمشروع كانال فيو ومجمع دلمونيا التجاري، حيث جرت مناقشة عدد من الموضوعات والمبادرات ذات الاهتمام المشترك لاستكشاف الفرص المشتركة بما يخدم تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إطار استراتيجية السياحة 2022-2026. كما تفقدت سعادتها خلال الجولة الميدانية مشاريع الشركة في مدينة سلمان للاطلاع على آخر تطورات مشاريعها على الواجهة البحرية. أوضحت الوزيرة الصيرفي خلال الجولة أن الوزارة تولي جزءا كبيرا من اهتمامها للترويج لمختلف المقاصد السياحية وعلى الأخص الجديدة منها لما تشكله من واجهة حضارية لمشاريع تنموية كبرى، وتحرص على أن يحظى زوار المواقع السياحية بمختلف الخدمات اللازمة لتعزيز فرص الشراكة مع القطاع الخاص. أشادت وزيرة السياحة بالجهود المبذولة من قبل شركة نسيج في تنفيذ هذه المشاريع بأعلى المعايير المتبعة والتي تدعم تطوير القطاع السياحي وتضمن استدامته، وأعربت عن تفاؤلها بمستقبل قطاع السياحة في البحرين وازدهاره، مشددة على أهمية تكاثف الجهود بين القطاع العام والقطاع الخاص للارتقاء بالقطاع السياحي والذي يعتبر ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد البحريني ككل. بدوره أعرب السيد أمين العريض الرئيس التنفيذي لشركة نسيج عن جزيل شكره وتقديره للجهود الحكومية في دعم مشاريع القطاع الخاص والتي سيكون لها أكبر الأثر في الترويج للمشاريع السياحية.